السلام عليكم ورحمة الله. المرجو منكم دعمنا بزر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. تعرض رجل يعمل مؤذنا بمسجد بأحد دواوير أيت سدارت السهل الشرقية ضواحي قلعة مقونة لاعتداء عنيف أمس الثلاثاء على يد مجموعة من الأشخاص. طلبوا منه فتح المسجد في خرق لتدابير حالة الطوارئ الصحية. وقال المعني بالأمر في شريط فيديو أنه بعد رفع أذان صلاة العشاء طلب منه أشخاص فتح المسجد لأداء صلاة التراويح، لكنه رفض طلبهم ليتعرض لاعتداء دموي لقي موجة استنكار واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. نشكركم على حسن المتابعة.